خليني سريعا اقول ان الكابتن محمود الخطيب طبعا متواجد في المانيا لبعض الفحوصات الطبيه الخاصه به، ده مباشره بعد النهائي الافريقي في تونس. هيوصل ان شاء الله يوم الاربعاء، يوم الخميس هيكون في اجتماع هام جدا 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 مع الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف علشان يقدموا تقرير خاص للكابتن محمود الخطيب بما انه رئيس النادي الاهلي ورئيس لجنه الكره، فبالتالي هيكون التواصل مستمر جدا خلال الفترات المقبله علشان يتم تعديل الفريق بشكل كبير جدا بما ليك باسم النادي الاهلي وطموحات جمهور النادي الاهلي. الاهم يا استاذ محمد ان احنا لسه عندنا بطولات اخرى بنشارك فيها، البطوله العربيه، عندنا السوبر المصري السعودي، وفي دوري وفي كاس، وان شاء الله بدايه البطوله الافريقيه الجديده باذن الله النادي الاهلي ومجلس ادارته وجهازه الفني يكونوا موفقين في استعاده الامجاد ومختلف البطولات اللي شاركوا فيها ان شاء الله.